فار القائمة الثانية لاحظ فيها المتابعة فرصة خالد بوطيب في نهاية المطاف بعد التمريرة من طرف زمة المنتخب المغربي منذ سنوات كريم الأحمدي ومبارك بوصوفة. بينما العالمية ليست هذه مبالغة ولكن الدور كبير قام زياش بينما الرأسية بعد ذلك للمهدي بن عطية بعيدة تماما يا المهدي يا بن عطية من على الصورة الذي يحمل شارة القائد نعم المدافع الحالي لنادي الدحيل تمشي كرة هناك على الجهة اليمنى لعناصر المنتخب المغربي مورا وممتازة والتسديدة لكن بعيدة ديال الكرة اول فاصل ماري من طرف حكيم زياش المنتشي باللقب في الدوري الهولندي اياكس على الاداء البطولي والجميل في دوري ابطال اوروبا وبصفة لمسة وتحضير لكريم الاحمدي كريم يسدد والركنية الثانية نعم سلوى مراكش لنقل لاعبي المنتخب المغربي فرصة بوطيب هنا في التسديد ولكن تغطية امام من لعب هذا موسي فرصة خطيرة مرت بسلام على دفاع المنتخب المغربي في الدوري من الانجازات صراحة التي تحسب في عاد الجامعة الملكية المغربية في الوقت لفائدة اللاعب سفيان بوفال قصيرة داخل منطقة جزاء المزراوي والكرة بعد الى الركنية مبارك بوصوفا يلعب مباشرة سفيان بعيدة لو تنظر الى امكانيات المغرب البشرية امكانيات المغرب على مستوى النجوم والاسماء التي لعبت لاسود معظم المحطات لم يكن موفقا من المنطقة من سفيان وبوطيب يضيع فرصة إبريم على الجهة اليمنى محاولة رفع ديال الكرة مرت عالية على الجميع ومرت عالية كذلك على حارس المرمى ياسين في هذا المركز بيسات نصير المزراوي العرضية والحكم يقول كل التوفيق حتى لمبارك بوصوفة بينما هذه الكرة فرصة افتتاح باب التهديف هنا مرت امام خالد بوطيب وكذلك غانم سيس فترتي الصيفية خطأ على مستوى التمرير انطلاقة هناك من الجهة اليسرى خطيرة الهدف الاول موسى بارو يتمكن من افتتاح باب التهديف لفائدة المنتخب الغامبي نعم هذه مفاجأة غامبيا تتقدم في نتيجة المباراة عن طريق موسى بارو امامنا على الصورة ان يجبر منتخب الجزائر على تعادل ربما هذا يعطينا فكرة على ان منتخب غامبيا اليوم لن يكون خصما سهلا للغاية اذا ستلعب هذه الركنية من حكيم زياش الراسية الحارس جوبي حارس في التصدي لهذه الكرة شوف هنا واحدة من المهارات اللاعب حكيم زياش والمعروف بها معنا هنا وسط الكرة لمبارك بوصوفة وضعية تسلل نعم وبالتالي ضربة حرة غير مباشرة لفائدة منتخب غامبيا الكرة الثاني بينما هنا كرة تماس ينفذ بسرعة كأنك تشوف ركنية ممتازة يا بوفال ممتازة لا أحد في المتابعة واحدة تابعنا بين نبيل درار ممتاز نبيل واحدة اثنين معنا بلندا ولكن نصير المزراوي نصير والعرضية معروف بأن نصير يتقدم أكثر ويكون بقرب اللاعب سفيان بوفيل نصير ممتازة حكيم زياش فرصة لا يا بوطيب لا يا بوطيب في الورقة الأولى كان ممكن تسدد بوفيل الحكم يقول خطأ يا بوفال عملية ثنائية من أروع ما يكون بين سفيان بوفال وكذلك وهذه الملاحظة التي سجلت في هذه الجولة الأولى غريب كرة كثرة المراوغات الزائدة لكن في المجمل فسفيان بوفال زياش يتقدم زياش ماذا سيفعل زياش يسددها وفرصة جول بوفال يضيع فرصة التعديل وقبل تسديد من حكيم زياش مهم جدا التسديد ولكن هنا مجموعة من التغييرات الآن بالشوط الثاني وفرصة التعديل تضيع القائم يحرم المنتخب المغربي من هدف عبد الرزاق يا حمد الله بدي سننتظر نور الدين رابط يرفع هذه الكرة نور الدين رابط هناك عليكم هنا غلطة دفاعية وحذاري من فرصة الثاني كرة عالية عن مرمى أحمد ريدا التقنوتي العودة لأشرف حكيمي نعم سجل بداية رائعة مراوغة أولى ومراوغة ثانية والعرضية فرصة عبد الرزاق حمد الله كان بإمكانه على الحرة أيضا من سيسدد تلعب الكرة مرة جانبية صفر هدف اللاعب ديدي دروكبا فرصة لاعبان مرابة تخرج بعد ذلك إلى ضربة مرمى شوف هنا
نصيري مع عبد الرزاق حمد الله ولا واحد يوتي. كان 2017 كان 2017 بينما فرصة طالت على نور الدين مرابط بين الان كان أوري ميشيل والحاضر كمدرب بينما كرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء فرصة جول. التعادل يضيع مرة أخرى عبد الرزاق إلى جهة اليسرى نصيري هناك على الرواق اليسرى نصيري ماذا سيفعل نصيري يبحث عن عبد الرزاق حمد الله ولكن الكرة تخرج تيب الناصر للاستلام يا سلام يا سلام فرصة دائما المغربي عبد الرزاق ماذا سيفعل وضعية تسلل لصف منتخب غامبيا حذاري من هدف ثاني ومروان داك هناك في غامبيا 1-1 لما كان إيريك غريتس هو الذي يقود النتيجة لفائدة المنتخب المصري في ربع النهائي بينما انطلاقة فرصة وضعية تسلل أداء مميز يمكن الحد لم يكن بجانب بين مونا مراوغة ممتازة تمريرة في حكيمي أشرف حكيمي داخل منطقة الجزاء فرصة نور الدين مرابط بعيدة يا نور الدين يا مرابط بعيدة تماما يا نور الدين إدريسي الإدريسي أمن المراوغة الأولى ثم الثانية يرفع كرة في اتجاه عبد الرزاق حمد الله والكرة تتحول مباشرة إلى ركن